تستضيف دولة الكويت فعاليات الاجتماع 30 للجنة الموارد المائية التابعة للجنة التعاون الخليجي على مدار يومين متتاليين، يشارك فيه ممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى جدول الأعمال مناقشة الاستراتيجية الموحدة للمياه والأهداف الاستراتيجية في ظل التحديات التي تواجه موارد المياه. وكلنا نعرف حقيقة أهمية موضوع المياه لدول مجلس التعاون، وكلنا نعرف أيضا أنه المناخ وطبيعة المياه عندنا وشحها هي يعني تمس كل دول الخليج، ولعل التحديات التي تواجهنا أيضا هي واحدة. فمعظم دول الخليج اليوم تعتمد على تحلية مياه البحر بشكل أساسي لتأمين احتياجات كل بلد من المياه، وحقيقة ما يدعو إلى الفخر أنه اليوم دول مجلس التعاون أصبحت رائدة على المستوى العالمي في موضوع تحلية المياه. احنا في مجلس التعاون هناك لجان عديدة تعمل خليجية مشتركة تتبادل الخبرات فيما بينها للمحافظة على هذا المورد المهم. نحن نعيش في بيئة جدا قاحلة.